هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الشرقية، واللي فيها تم توفير 56,379 فرصة عمل ضمن مبادرة مشروعك. أما في المنيا فتم رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيدة العذراء بدير جبل الطير. في أسيوط كمان تم تطوير مدينة ساحل سليم بتكلفة بتصل 2,500,000 جنيه. وفي الوادي الجديد تم اعتماد 17 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تنفيذ 19,243 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3,229,000,000 جنيه. مع توفير 56,379 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 بهدف تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر. في المنيا أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيدة العذراء بداية من الخميس المقبل 6 يونيو وإلغاء كافة الأجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية بمركز صملوط لضمان المتابعة المستمرة وتوفير جميع الخدمات للزوار والمواطنين بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين بما في ذلك تكثيف التواجد الأمني وتفعيل خطط الحماية المدنية وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم اللي بيجري تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 2,500,000 جنيه في إطار تنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضرية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي، وبلغت نسبة التنفيذ 98%. في البحيرة انطلقت فعاليات مبادرة الخير التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك. تضمنت المبادرة توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية وملابس بالإضافة لتقديم ندوة للتوعية الصحية بمخاطر السمنة المفرطة والأسس السليمة للتغذية العلاجية. في بني سويف شهدت المحافظة تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية النويرة مركز إهناسيا مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة. وده ضمن إجراءات وقائية مشددة وتم الكشف على 1609 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان واستصدار 11 قرار للعلاج على نفقة الدولة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن اعتماد 17 مدرسة من قبل الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. تضمن قرار الهيئة 17 مدرسة بإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين، منها 11 رياض أطفال وثلاث مدارس بالمرحلة الابتدائية وثلاث مدارس بالمرحلة الإعدادية. في الأليوبية اعتمدت مديرية الأوقاف أماكن صلاة عيد الأضحى في المحافظة واللي بلغ عددها 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز.